مساء الخير. انتشر تسجيل صوتي لسور منى وازن رئيسة دير أو رئيسة مدرسة كولاج نوتردام دي سور سلفاتوريان عبر وسائل التواصل الاجتماعي. بيقول هيدا الفويس انه المسور توجهت بتهديد للطلاب. نحن شككنا انه هددت الطلاب ما ينزلوا على المظاهرات لأنه تابعة لحزب معين أو عندها توجه سياسي معين. قمنا بالإجراءات اللازمة، حصلنا على رقم اتصلنا فيها وتبين العكس تماما. رح تشوفوا سوا، خلينا نشوف شو تبين، خلينا نشوف وشو وضع المسار، لأنه قايمة الدنيا عليها ومش قاعدة بعد ما هددت الطلاب. صحيح. بونسوار شباب وصبايا ترمينال ام اس ا عبرة، معكم الرئيسة سور منى وازن عم تحكيكم. أنا عرفت بالبوست يلي حاطينه عن الثورة وإنه بكرة بدكم تنطلقوا الساعة 8 إلا ربع من حد محل بوبس ما بعرف شو اسمه. على كل حال أنا بس بدي قلكم شغلة بحب تسمعوها منيح وتفتحوا دينيكم منيح. كل تلميذ أو كل تلميذة رح تشترك بهيدا الحراك أو يشترك بهيدا الحراك بيكون لإله آخر نهار بالمدرسة، يطرد نهائيا من المدرسة. والترمينال انتو لأنكم ترمينال شهاداتكم ما بتتقدم على الدولة من المدرسة، بتدبروا حالكم بغير مدرسة. وهذا الكلام لو بده يجي ربنا سلم على اسمه ليفوتكم على المدرسة ما بتعودوا تفوتوا. انتو مش عارفين حالكم مع اي مدرسة عم تتعاملوا. هذا الحراك اذا بينعمل بكرة بيكون لقلكم اخر نهار بالمدرسة، واضح؟ بتمنى عليكم ترجعوا تراجعوا افكاركم منيح وترجعوا تعرفوا حالكم انتو لأي مدرسة من تنين ولأي مدرسة عم تتعلموا فيها. اخر مرة برجع بقلكم هيدا الموضوع بتشلوا نهائيا من افكاركم، وقال عواقبه رح تكون كتير كبيرة عليكم. وميرسي. لأنه الترمينال بدنا ساعة من غيمي لنعملهم لترباج عشية النداء. نعم. مش هيك قلت لهم هيدا الموضوع انه من حرقة قلبي، عارف كيف؟ قد ما كنت مقهورة من الموضوع يعني بتعالج بالفويس مسج. انا بعترف انه بعد ما سمعته انا اتضايقت. نعم. يعني انا مش هيك، انا ما بحياتي بحكي بعنف او ما بحياتي بلغ التهديد. وبعدين هيدا الموضوع قلت لي عنه انا ما حسيت فيه، يعني كل انسان عنده تفكير، بس انا لا ملتزمة ولا بحبز ولا ما حسيت. نعم يعني مسار. هذا الشيء توضحوا لي انه انا عن جد هلا يمكن ما بعرف كيف يعني انهارة لانه مسار شيء. مسار الفويس اللي انتشر اليوم وصل يعني على كل بكل صار بكل لبنان موجود. بس مسار معلي بدي اقول لك اذا حضرتك عم تحكي هلا بهيدي الطريقه خلص يعتبر انه كانك ما عملتي هيك. بس اوكي ما عم بتقولي انت مثل ام ومحروق قلبها على اولادها وعلى الطلاب، صح؟ صح مضبوط. ايه وهذا اللي دفعني قلت انا، وانا لاني تاكدت لكم هالشيء انا تلفنت لعشرين ام وباي من بعد دفعت التليفون وقلت لهم يا جماعه انتم معكم خبر بهذا الموضوع؟ لا يا بنتي. باي قال لي لو واي انا ولا ممكن اقبل ابني يضحك علي يقول طلع المدرسه وهو يروح على غير محل. يعني من هالمنطقه انا كنت كثير محروقه لانه يعني ما بعرف اذا انتم عندكم ابن او بنت وتعرف هاي معكم كيف تكون رد فعلك وحطوا حالكم محلك. لا بنفهم انه مدرسه بعد 12 يوم مدرسة تعطيل بالمدرسة وبدي نهار من غيري للترمينات يجوا يعملوا لي هيدا المشروع وهني مش طايحين من المدرسة. يعني نحن ما معنا خبر، أهل مفكرينهم بالمدرسة ونحن لو ما إذا ما رح يفوتوا على المدرسة نحن مخبينهم بالبيت. منشان هيك يعني مثلا مرحلة هودي لو يشوفوا يعني على الطرقات يعني نحن من المسؤول؟ مش نحن مسؤولين عنه بالمدرسة؟ مسار يعني حضرتك عم بتقولي انه انت عملتي هيدي الرساله بشكل منفعل بس من باب تحمل المسؤوليه التربويه الملقاه على عاتقك، يعني وكانك مسار وكانك عم تعتذري عن اللهجه اللي حكيتي فيها. نعم انا بعتذر انه حكيت باللهجه شوي قاسيه لحتى يمكن وعيهم، لحتى قالوا يا جماعة ما فينا هيك هم طف نحن نقرر ونمشي بدون عن المدرسة بدون عن أهلنا. يعني هيدي مسؤولية كثير كبيرة على أهلنا وعلينا نحن، لا سمح الله لو شي واحد يصير له شيء بالمظاهرة تحت، مين رح يكون المسؤول يا قلبي؟ لا معك حق. مسؤولة عنهم؟ معك حق، أنا أم وبفهمك والشباب لازم يفهموا غضبك.
كلنا بنغضب، ولازم يفهموا هلا. وقدمت اعتذار وهيدا شيء رائع منك. مش هدفنا بهيدا الحراك نختلف مع حدا. انا الصبح بس شايفه على المدرسه، والله العظيم في دندورات بحلم انه بس شايفه على المدرسه الصبح، قلت له نحن كثير مبسوطين انه رجعت على المدرسه، وبدنا نشوف شو بدنا نعمل لحتى نرجع نعمل هالشغلات نحتاج للشغل عنا. وانا بقلكم انه ما فينا نحقق هالشيء اللي عم نطالب فيه الا بثلاث اشياء، يلي هن المحبه والمغفره والتضامن. إذا ما جمعنا هؤلاء الثلاثة يا ولادي ما فينا نوصل لمحل. يسلم قلبي. دايما بداية بعضنا. يسلم قلبي. هذا الحكي كما الصبح حكيتهم. مشان هيك اتضايقت أكثر إنه والله كل شيء حكيتهم الصبح وجلساتي في الرغبة، حكيت معهم بالمدرسة وبالصوت وطهرتهم يرجعوا يعملوا هذا المشروع. يعني عملوا. يعني. هذا اللي حرق لي قلبي. شفتي شو حرق لي قلبي؟ لأنه مش متوقعة منهم إنه بدهم يعملوا هيك. على كل حال نحن وصلنا لطفك ودماتة أخلاقك، وإن شاء الله كل اللي بيشتغلوا بالتربية وكانوا رجال دين سيدات دين أو غير يكونوا بهاللطف اللي رديتي فيه علينا والاعتذار اللي قدمتي. وإنت عارفة نحن محروق قلبنا، هذا الشعب اللبناني النهب. يعني انا شو في اعمل هلا؟ انتوا شو فيكم تعملوا؟ ما بعرف. انا عن جد يعني انا كثير مقهوره وكثير متضايقه. نحن معك هلا لانك مش هيك قصدي ولا هيك تفكيري ولا هيك ولا تهتمي. 12 يوم نحن وننزل ونحكي ونقول العالم معها حق ولازم نصير في محاسبه ولازم، بس انه انا انتهى بهالطريقه وينحكى علي حكي اللي عم ينحكى. ابدا نحن حنعمم هلا كل شيء. وصدقي كلنا معك. انت ام تصرفتي بحكمه، عم بتدافع عن طلاب، انت ما بتهجمي عليهم، مرعوبه عليهم، خصوصي انك قلتي اتصلتي بعشرين عائله وكلهم ما معهم خبر. لا هيدا شيء اللي صار. لا ولا يهمك، نحن معك مسار. المجد لله. المجد لله طبعا، وللبنان. المجد للبنان، ونضلنا كلنا ايد وحده. وما بقى تعصبي ولا تزعلي، حنوصل لكل الاعلام هلا. اعطينا بس ربع ساعه بنكون انتشر كل شيء. ميرسي لك. ميرسي مسار، تشرفنا بمعرفتك. باي باي. ميرسي بوكو. باي. اذا وائل شو بتقول؟ يعني رد فعلك كان كثير حلو، كثير طبعا بررت. زعلانه من حالها، يعني زعلانه من حالها، وقالت انه هي معنا. قالت انه نزلت على الحراك. نعم، انه نحن بالاول حكينا معها بطريقه شوي انفعاليه قاسيه، بطريقه قاسيه، لانه زعلنا. انا زعلت، انا على الصعيد الشخصي زعلت، وعملنا استقصاء. هذا شغل الاستقصاء اللي بنشتغله بالمكتب دغري، يا اللي حدا بيرد علينا بدنا نعرف استقصاء، ولا صار لنا ساعه نستقصي كيف ومين ولا مين تابعه وكيف لاي رهبنه لنتاكد. تاكدنا انه هي ما تابعه، فلازم نحكي معها. اذا تابعها ما بنحكي معها 100%. فاتصلنا فيها وبررت لنا. يلا خلينا ننشر للكل حتى نرفع الضيم معنا، لانه صوتها بيوجع. صوت ام خايفه ومسؤوله تربويا وخايفه. صحيح. اذا هيدا كان الجواب السريع على هالقضيه قبل ما تنتشر ضد المسار، يلي بينت رائعه جدا بردها وباخلاقها. خلي عينك على الجرس.